لليوم الرابع على التوالي مظاهرات في إسرائيل يقودها الفلاشة أو اليهود الإثيوبيون وأنصارهم، والتي حصلت على خلفية مقتل شاب إسرائيلي من أصل أثيوبي برصاص أحد عناصر الشرطة، الأمر الذي أثار غضبا كبيرا في أوساط اليهود الأثيوبيين، ما دفعهم للخروج في مظاهرات حاشدة تنديدا بالعنصرية الممنهجة ضدهم. مصادر إعلامية أفادت أن المتظاهرين قاموا بإغلاق العديد من مفترقات الطرق أمام حركة السير وأشعلوا إطارات السيارات شمال إسرائيل وجنوبها، وأضافت أن الشباب الأثيوبيين يعيشون في خوف دائم من مضايقات الشرطة لأنهم من ذوي البشرة السوداء. بدوره المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية أفاد بإصابة 3 ضباط من الشرطة نتيجة إلقاء المتظاهرين الحجارة والزجاجات على أحد المباني. الفلاشة واليهود الإثيوبيون هم المهاجرون من إثيوبيا الذين تم نقلهم سرا في 80s و 90s القرن العشرين، ويقدر عددهم بنحو 130,000 نسمة، بينهم أكثر من 20,000 ولدوا في إسرائيل، حيث إنهم لا يتمتعون بنفس حقوق التعليم والوظائف في المجتمع الإسرائيلي حديث التشكل. وإلى جانب الفلاشة يعاني أيضا اليهود الشرقيون عموما تمييزا عنصريا في إسرائيل.